موضوع ديال الممتلكات اللي شكل واحد الحديث الى اخره. المجلس اللي فات دار مجهود باش دار واحد الدراسه كتتعلق بالجرد والاحصاء والترتيب ديال الممتلكات ديال الجماعه، واستطاع في حدود ما توفر من معطيات انه يدار واحد المشروع ديال جرد سجل الممتلكات، سومي دو كونسيستونس، ان بروجي، واحد المشروع ولي اللي كيخصو يتفاليدا باش يولي نهائي. والى جانبه درنا واحد سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك، واحد نظام معلوماتي جغرافي اللي كيحدد هاد الممتلكات ديال الجماعات على الدار البيضاء اللي توفرت المعطيات ديالها مكتمله فين كتواجد. وفي افريل 2021 يعني في الشهور الاخيره من عمر المجلس اللي فات، جبنا شركه كازا باتريمون اللي كانت مشرفه على الدراسه، وجبنا المكتب ديال الدراسات اللي قام بهذه الدراسه ودار تقديم ديال الخلاصه ديال الدراسه ديالو للاعضاء. وكان كيخصنا من بعد واحد المرحله ديال التحقق من نتائج هذيك الدراسه مع رؤساء المقاطعات وما غيرها، كان كيطلب الامر واحد الوقت باش نقدروا ديك الساعه نديروا لا ريسبسيون من عند هذاك مكتب الدراسات. هذه القضيه خدات شويه الوقت، جا ما كملتش قبل من الانتخابات ديال شتنبر 2021. كان يفترض في هذا المكتب احد امرين: ياخذ هذيك الدراسه، اما يكمل داك الشيء اللي بدا هذا المجلس ويتحقق من ديك المعطيات ويدير لا باساسيون مع ولا ريسبسيون من عند هذا اخر، او انه يعتبرها كادوك ما خداماش فيها بزاف ديال العلل والاختلالات ويعاودها او شي حاجه من هذا النوع. كاين والو. منذ الايام الاولى التزموا هما قبل ما نطالبوا حنا بانه غنديروا واحد اللقاء دراسي حول استراتيجيه جماعه الدار البيضاء لتثمين الممتلكات. لحد الان ما داروه، ما قالوا لنا علاش ما داروهش، ما قالوش هنا واش هما كمكتب بعدا كاين يمكن يكونوا اختاروا باش انهم هذا الموضوع يحصروا في اجتماعات المكتب. فاذا به في كل دوره من الدورات كنلقاو واحد القائمه كبيره تقريبا حوالي 50% من جدول الاعمال كيتعلق بتفويتات حنا اخذنا عليها انه في غياب استراتيجية عامة يوافق عليها مجلس الجماعة كتتعلق بتثمين الممتلكات. هذا الموضوع ديال التفويتات بالنسبة إلينا كاينة فيه شوية ديال الانتقائية، علاش كنجيب هادي وما كنجيبش هادي، وكاين فيه الانتقائية من واحد الناحية أخرى، هو أنه لما كيكون عندنا واحد القطعة أرضية ديال الجماعة كيقول لك غير قابلة للبناء. الايام الاولى كنتكلم على السنه الاولى سنه ونصف، مازال دابا شويه الامور بدات كتحسن باش نكونوا منصفين، ما كيجيبوش لينا ما يفيد بانها غير قابله للبناء، بل احيانا كنا كنكتشفوا بانها قابله للبناء. ثانيا اننا كتكون هذيك القطعه الارضيه كتكون عندها ثلاثه الرسوم عقاريه مجاوره او اكثر، كنختاروا واحد منهم هو اللي كنبغيو نبيعوا ليه، كنقول لهم هادشي ما يمكنش. ما كيكون عندك تنافسي، ما كيكون عندك رسم عقاري مجاور واحد، ولا يمكن هذيك القطعه الارضيه ان تبنى الا ضمت الى رسم العقاري مجاور وعندك غير رسم واحد، حتى مشكل تفاهم انت وياه بالتراضي طبيعه الحال بالثمن ديال السوق بالخبره الى اخره. ولكن ما كيكونوا عندك على الاقل جوج، ما يمكنش ندير البيع لهذا ونخلي هذا، خصني على الاقل نخبرهم بجوج، وديك الساعه اللي غيعطيني افضل ثمن واللي نبيع ليه. هذا الامر على كل حال مازال فيه الكلام، شويه كاين شويه ديال التحسن ولكن مازال مشكل.